يعني احنا هنا ساكنين في عين شمس. المفروض عين شمس دي من اكتر الاماكن اللي في مصر ما بتنامش. شايفين الشارع؟ بس الحلو في الموضوع بقى ان الهواء نظيف جدا، مفيش عوادم، مفيش زحمة، الواحد ممكن ينام وهو مرتاح، الواحد ممكن يشم هواء نظيف. يعني نسبة التلوث قلت جامد عن الاول. جنبي سوزي زهقت، يعني زهقت وعايزة تقعد في البلكونة. ايه يا لولو، زهقت يا لولو؟ اطلعوا في الوقت ده، شموا هوا نضيف جميل جدا، يعني استغلوا الفرصة دي.